أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمدك يا رب حمدا لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت به على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. نحمدك يا رب حتى ترضى، ولك الحمد يا رب إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا رب يا رب، قد عجز الطبيب فداوينا يا رب، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتنا فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، وتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واقبل توبتنا واقبل توبتنا، واصلح قلوبنا، وارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وفك أسرنا، واحسن خلاصنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأمنا في أوطاننا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واعطنا ولا تحرمنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تأثر علينا، ارضنا وارض عنا كلنا، ولا تكن علينا. يا رب يا رب، هب لنا إيمانا صادقا، وعلما نافعا، وقلبا خاشعا، وعملا متقبلا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقينا بمعصيتك، واغفر لنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم يا رب العالمين، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم. اللهم يا ربي، عمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين، يا ربي عمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين. يا ربي طلبة العلم من أبنائنا يا رب،
يا رب طلبة العلم من أبنائنا، اللهم نجحهم يا رب، اللهم سدد خطاهم، اللهم ذكرهم ما نسوا وعلمهم ما جهلوا، اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السادة المستمعين والمستمعات حيثما وجدتم جميعا أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الصبيحة المباركة في هذا اليوم المبارك العظيم إن شاء الله، نلتقي مع قصة لواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في قصته عبر، لنا في قصته عبر ودروس إن شاء الله نريد أن نستفيد منها. هذا الصحابي هو حنظلة رضي الله عنه، حنظلة رضي الله عنه الأسدي، يقول يعني يتكلم على نفسه يقول لقيني أبو بكر، يعني جي رونكونتري أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إيما دوموندي، قال لي أبو بكر، يعني أبو بكر سأل حنظلة كيف أنت يا حنظلة كومون تو با، والصحابة لما يسأل سؤال كما هذا كومون تو با سي لا ميم كيسيون كومبوز كومبوز نو باسكو اون رونكونت ان امي ولا كومون تو با سي توجور لا كيراك داير كيف. فالصحابة كان سؤالهم دائما يسألون عن الإيمان، يسألون عن الإيمان، إيمان الإنسان. أما نحن فنحن كي تسقسي واحد كيراك داير فدائما عن هموم الدنيا، فيبدا لك يشكي لك، أودي ما تشكرش، الصحة ما كانش، الأولاد راهم غابنيني، المرأة راهي كاشفتني، ولا كانت المرأة أودي غير سكتي برك، الراجل راه مبهدلني، راه كذا راه مهبلني، راه كذا، أمور الدنيا فقط. أما الصحابة لا، الصحابة والتابعين، فكان لما يطرح السؤال كيف حالك؟ فكانوا يعلمون أن السؤال يقصد به حال إيمانك. فأجاب حنظلة إلى غيبوندي، قال حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة، جو سوي إيبوكريت يا أبا بكر، جو سوي إيبوكريت يا أبا بكر. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سبحان الله، ما تقول؟ إلى تئتوني أبو بكر، نافق لأن النفاق يعرف الإيبوكريزي، سبحان الله. فقال أبو بكر، سبحان الله، ما تقول يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر، ها جو تيكسبليك لا سيتياسيون، يا أبخي سي أتوا دو جوجي اسكو سي دي ليبوكريزي أو با. فقال يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين. قالها نكونوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لوسكون سو تخوف وبخي دو بروفات، وهو يذكر فينا انه في لو غابيل تو سا، ويهدر لنا على الجنة ويهدر لنا على النار وكل شيء، حتى اون اغيف ان ستاد اون ديري كون لا فوا، سبحان الله، اون فيف دودون تيرمون، يعني لو بريش كينو، يعني سبحان الله كينو كينو يعني اتيغي تو سا، سي كوم اوني دودون، سبحان الله. Et lorsqu'on retourne, subhanallah, lorsqu'on sort de chez le prophète, et on retourne chez nous, subhanallah, avec la femme et les enfants et tout ça, فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافسنا الأزواج والأولاد، فعافسنا الأولاد والأزواج والضيعات فنسينا كثيرا. Lorsqu'on sort de la mosquée et on retourne au travail, on retourne à la maison, il y a la femme, il y a les enfants, il y a tout ça, on oublie, on oublie. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
والله إني لن ألقى مثل هذا. قال له سيدنا أبو بكر راني كيفك جي سو سونتيمون يعني سو كو تو اون تران دو فيفر ما اوسي جو دو فيفر سيغت كوسك لوسكون يشي لو بروفات دون لا موسكي إنو بارل دو قال الله سبحانه وتعالى ويذكرنا لا فوا تاعنا سبحان الله تعالى. لكن كي نرجع للدار كيما راك تقول والولاد والخدمه وكذا يعني ننسى كثير. قال والله رانا كيف كيف يا حمد الله. هذا ابو بكر الصديق المبشر بالجنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحل اش هو لا سوليسيون فهيا بنا الى رسول الله. اون فا با تاردي الي دو سويت اون فا يالي فوار لو بروفيت عليه الصلاه والسلام. اون فا فار اون كونسلتاسيون شي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام. يقول فانطلقنا الور اوني بارتي voir le prophète عليه الصلاة والسلام حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا قلت نافق حنظلة يا رسول الله. حنظلة هو اللي تكلم معه البرمي. قال نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك يا حنظلة de quoi tu parles يا حنظلة يعني يعني ta parole et ton sujet c'est quoi نافق حنظلة. قلت يا رسول الله الى ريبيتي سكيلا اكسبليكي ابو بكر الصديق نكون عندك تذكرنا بالنار والجنه حتى كان راي العين. قال يا رسول الله نكون حذاك هنايا لما نجوا للمسجد وتذكرنا واش قال ربي وتذكرنا عن الجنه وعن النار وكذا حتى كاننا نعيشها سبحان الله. لكن عندما نخرج من عندك يا رسول الله يعني لو يغوفي لو ميم شيما لو ميم دياغنوستيك لما نخرج من عندك يا رسول الله عافسنا الازواج والاولاد والضيعات فنسينا كثير. نخرجوا من عندك يا رسول الله مع الخدمه ومع الاولاد ومع المراه ننساو كثير ونوبلي بوكو يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. النبي لي جور لو بروفيت عليه الصلاه والسلام باغ سولي كي ديتيان مون ام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي. سي فو غاستي ستابل فو غاستي كونستون كومون ديراج يعني كيما يعني سوغ لو ميم يعني لا ميم توندونس ولا لا ميم يعني لو ميم نيفو لو ميم نيفو دو فوا يعني كيما تكونوا عندي يبقى هو هو كي تروحوا للدار والخدمه. سبحان الله صفحتكم الملائكة في على فرشكم وفي طرقكم. لا صفحتكم لو كان الايمان تاعكم يبقى كيما كي تكونوا عندي الملائكة تولي معكم في الديار تولي معكم الملائكة في الطرقات تصافحكم. سبحان الله ما تولوش بشر ترتفعوا على واحد المستوى تاع البشر سبحان الله. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أعادها النبي ثلاث مرات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن هذه هي قصة حنظلة وقد وردت بروايات مختلفة على كل حال. المهم تصب في نفس المعنى. المعنى هو يا إخواني أو القصة هو أن هذا الصحابي هذه صحابة رسول الله القمة يا إخواني يعني لا كلاس كومون ديراج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني هذا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. Alors là on est en train de parler de la première génération de la classe يعني قمة الصحابة الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام عايشوا الوحي كانوا يحسوا جبريل لما يجي للنبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن ينزل غضا سبحان الله عليهم هكذا فري كومون ديراج كانوا يعيشون الإيمان سبحان الله. يأتي صحابي من صحابة رسول الله ثم معه من؟ معه يعني الخليفة الثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ذاك الوقت مازال ماهوش خليفة ولكن من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله راه عندنا لو ميم دياغنوستيك لو ميم دياغنوستيك سي كوا فوتر دياغنوستيك سي كوا فوتر دياغنوستيك ولا فقالوا له يا رسول الله نكون عندك الايمان تاعنا يطلع البارومتر تاع الايمان يطلع لابورس تاع الايمان تاعنا تطلع لا فوا لو دوغري دو فوا تاعنا يطلع لما تحدثنا عن الجنه وعن النار وعن كذا احنا نرجعوا للديار مع الخدمه ومع الاولاد ومع الزوجه الايمان ينقص ننسى كثير يا رسول الله. ف
Hanzala, il a jugé ça c'est comme c'est de l'hypocrisie. Le fait que le degré de foi, ça change entre la mosquée et en dehors de la mosquée, Hanzala, il a jugé ça c'est comme de l'hypocrisie. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a expliqué que c'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. Hein? Mais c'est ça. L'être humain, il est comme ça, subhanallah. Il a dhukir l'insan. وإذا يعني إنسان وعظه إنسان وعظه وذكره وتليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى الإيمان يزيد لكن إذا كان يعني اغفل الإنسان وابتعد عن الذكر وابتعد عن يعني الشيء اللي ذكرها بالله سبحانه وتعالى مع الحياة اليومية الزوجة والأولاد والخدمة فينسى الإنسان ينقص الإيمان سبحان الله. إذن هذا أول حاجة يا إخواني، أول حاجة من الدروس التي يعني نستخلصها la première leçon qu'on doit tirer de cette histoire inshallah qu'elle est subhanallah que pratiquement on la يعني tout le monde la vivre cette histoire on a tous يعني la même histoire كما حنظلة subhanallah غير الصباح برك غير الصباح تنوض الناس يا فتاح يا رزاق تحل الراديو بسم الله هذا قرآن هذا الذكر هذه أدعية هذا درس هذه أسئلة سبحان الله يقول لك اليوم النهار ما شاء الله يا أخويا والله اليوم عمرت الباتري هو يخرج برك للزنقة ما تجي تلحق عليه 12 ما تجي تلحق عليه الوحدة حتى يبدأ الإيمان تاعه ينقص ها في الظهر يصلي في وقته العصر ما يشعى في كله ما نهدلكش على أمل ما يجي تلحق العيشة تاع النهار هذا حتى يكون الإيمان خلاص انقص وهذا نشوفوه يعني حتى في الصباح تسيبها ما شاء الله الشيخ عبد الرحمن عندي سؤال الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله الشيخ عبد الرحمن والله ما اللي راك تذكرنا والعشية تسيبها هي الأولى تهدي لك في الغنيات وتهدي لك في ها بنتي هاك الصباح كنت ما شاء الله ياك لافوا تاعك الصباح كانت ما شاء الله والعشية واش تبدلك اش تبدلك سبحان الله حتى وليتي تحوسي على الاهداءات والبقالات وتحوسي على فهمت فهذا هو لا هذا كله يا إخواني شيء طبيعي لكن الإنسان دائما يا إخواني يحرص على مجالس الذكر مجالس الذكر علاش نحوسه لابد نبحث عن مجالس الذكر لماذا نبحث عن مجالس الذكر يا إخواني لأن القلوب تقسى سبحان الله والقلب عندما يقسى ما يطريه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى ومجالسة الصالحين وذكر الموت وقراءة القرآن وكذلك التفكر في آيات الله وفي ذكر الجنة وفي ذكر النار كل هذه الأشياء تطري القلب القلب هو عبارة عن عضلة سيت ان اورغان هذا الاورغان يفولو ترافاي يتكمش وينقض يتكمش وينقض ويعني فكل ما يعني خدمته كل ما مرنته تمارين كلما اصبح يعني قوي كلما اصبح قوي فمرة تمرنه بقراءة القرآن مرة بالكلام عن الجنة مرة بالكلام عن النار ما يعرف بالترغيب والترهيب مرة بزيارة المقبرة مرة بزيارة مريض مرة بصلة رحم مرة بصدقة مرة بمسح على رأس يتيم مرة بكلمة طيبة مرة بمجالسة الصالحين غير تريح مع الناس الصالحين فهذه حياة القلوب سبحان الله إذن فحذاري حذاري حذاري أن يقص تخلي قلبك يقسى ربي يقول فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله لأن القلوب تمرض يا إخواني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ورب العالمين توعد القلوب القاسية بالويل فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله وكان يوصل درجة الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلا تبتعد عليه رب العالمين من الحكمة درنا الجمعة على الأقل مينيموم يوم واحد في السيمانة لازم تلتقي بإخوانك تجلس للذكر تجلس لخطبة الجمعة باش ما تفلتش أما الإنسان ما يجي جمعة ما يجلس مجالس الذكر ما يقرأ قرآن ما يسمع درس ما حتى حاجة مش قلبه غير يقسى يا إخواني يقسى أكثر سبحان الله والقلب القاسي هذا لا يصلح لأي شيء يا إخواني بل هو خطر القلب القاسي خطر على المجتمع وعلى الفرد وعلى الأسرة وعلى كل شيء بالله عليكم يا إخواني
هل شفتوا ان ماسون يبني بالحجر تاع الواد، الحجر تاع الواد اللي في كيما التيمم تاع المسجد، الحجر تاع التيمم دائما عاده نجيبوه من الواد، هذاك الحجر تاع التيمم قاصح بصح عمرنا ما شفنا ماسون يبني به، وقال لا نبني لكم بهذا الحجر خاص قاصحه وكل شيء، لكن تسيب الماسون يبني بالبريك والباربان والحجر الاخر اللي يتفتت وكذا. علاه؟ لان هذاك الباربان والبريك والحجر الاخر يركب على بعضه، كي تحطها تركب على بعضها، اما الحجر تاع الواد هذاك ما يركبش على بعضه من القساوه تاعه، من القساوه كما قال وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ولكن هذا القلب القاسي ما يخرج منه والو والعياذ بالله. اذا فلهذا حتى البني ما يصلحش للبني، فالقلوب القاسيه بعيده عن الله، بعيده عن رحمه الله، عرضه للشيطان وعرضه للنار والعياذ بالله. فاحذر انك تخلي قلبك يقسى، حذاري باش ما تخليش قلبك يقسى. شيء يلزم، لازم انك تحرص على مجالسه الصالحين، تحرص على الصلاه في المسجد اجر الجماعه، تحرص على قراءة القرآن أو الاستماع إلى كلام الله، لأن ربي يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتلين الجلود. سبحان الله، وتلين الجلود بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك التدبر في هذا الكون وفي آيات الله سبحانه وتعالى، كل هذه تخلي الإنسان قلبه ما يقساش يا إخوان. إذن فليحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوبنا يا إخواني، دائما أعطيكم هذا التشبيه سات بارابول كوجو في توجور، قلوبنا يا إخواني صار لها كيما قلب الإنسان المؤمن وقلب الإنسان الغير المؤمن، راهو صار لهم كيما يعني لا بالونس، لا بالونس تاع مول الخضرة ولا بالونس تاع البيجوتري، اسكو يسون باغاي؟ لا بالونس تاع الخضار الى بالونس تاع البيجوتري، نو يسون با باغاي. البيجوتري الميزان تاعه يجيب لك الجرام ويجيب لك نص جرام يوزنه، اما لا بالونس تاع الخضار 100 جرام وما تجيبهاش، ماهوش جرام وزوج، 100 جرام وما تجيبهاش يا اخواني. علاه؟ لانه الحساسيه لا سونسيبيليتي تاع الميزان هذا مش كيف كيف. لا سونسيبيليتي تاع الميزان تاع البيجوتري الي فورت ما شاء الله، لا موندر دي شوز يسينيال، لا موندر دي شوز. شفتوا هذوك اللي يخدموا في التريسينتي عندهم واحد الجهاز لومبيرماتر، هذاك عندهم واحد الجهاز بور تيستي اسكو يا دي كورون او با. شفتوا الكورون ما نشوفوش حنا بعين، لكن هو لو تيستر هذاك لومبيرماتر هذاك بور انديكي اسكو يا دي كورون دون لو فيل ولا لا، وقبل ما يتوشي الالكتريسيان قبل ما يتوشي الخيط يقول لك ايتا لو كونتر ايتا لو. سبحان الله، راهي 300 مش عارف انايا 300 كيلو ولا مش عارف يخاف على روحه. فقلب الانسان المؤمن يا اخواني كيما ميزان الذهب، كيما الميزان تاع البيجوتري، قلب الانسان المؤمن وقلب الانسان المؤمنه لازم يكون كيما الميزان تاع البيجوتري، جرام يأشر. واحد اربع ايام كلمتني اخت ولا خمسه، كلمتني اخت تبكي على انها فاتها صلاه الفجر، ما شاء الله هذه هي القمه، حايره لانها ضيعت صلاه الفجر. وحاولت نفهم فيها باللي وديكي لا غالب الانسان يرقد وينوي به ينوض ويدير الرافاي ويدير الالارم وتوسا، ولا غالب ماناش فهو معذور، ولكن يعني ما حسيت ان كلامي لم يقدحها، لانها كانت تشوف في روحها باللي دارت اثم فاتتها صلاة الفجر. هذا مناش يا إخواني، لأن قلبها حي، قلبها كان حي. كم من آلاف راه يتفوتهم صلاة الفجر، كم من آلاف ما يصلوش كاع، ما عنده نورمال، عندهم نورمال يأكلوا يرقدوا يشبعوا كذا نورمال، لأن قلوبهم ميتة. وفرق بين القلب الحي والقلب الميت، فرق كبير سبحان الله، فرق بين القلب الحي والقلب الميت سبحان الله. إذا فقلب الإنسان المؤمن وقلب الإنسان المؤمنة لازم يكون بمثال ميزان الذهب، ميزان صاحب الذهب،
يوزن الجرام ونص جرام وكذا، كي تفوتك صلاة الجماعة تبكي ولازم نورمال الناس تجي تعزيك، كي يفوتك صلاة الصبح نورمال يا أخي تبكي وتستغفر الله سبحانه وتعالى، كي يفوت عليك النهار كامل ما تقرأ شيء من القرآن، كي يفوت عليك النهار كامل لم تعمل فيه حاجة تاع خير زيادة. لازم اليوم تاعنا يخرج على لا روتين يا إخواني، رانا حتى في العبادات هنا إن روتين، صلاة خمس أوقات لا كاش ما سمعنا كلمة ولا زوج وكذا إي نورمال، لا لا ما لازمش يفوت نهارنا كيما هكا يا إخوان، كل نهار لازم نزيد فيه قرب من الله سبحانه وتعالى. ويجب أن نحذر، يجب أن نحذر أن تكون قلوبنا كيما الميزان تاع الخضار، الميزان تاع الخضار راه يوصل واحد الوقت حتى ال 200 غرام وما يأشرهاش. يا جماعة راكم عارفين 200 غرام، 200 غرام تاع ذهب شحال تجيب لك ولا سي محمد؟ بصح الميزان تاع تعمل الخضره ما يبينش كاع ال 200 غرام هذه، اذا شحال راه يروح من يعني في ديك خمس كاجويات تاع البطاطا كل واحد تروح منه 200 غرام 200 غرام، احسب له في الاخر شحال يدي من حقوق الناس ولا شحال يروح له من حقوق من حقه هو كذلك. السبب ماذا؟ هو الميزان. لو كان الميزان تاعها صحيح ويأشر كان ما يخسر والناس ما تدي له، لكن سبحان الله فلما يكون قلبك ميت قاسي ما يأشرش سبحان الله، تصلي الفجر ولا ما تصليش، تنوض ولا ما تنوضش سبحان الله، يعني تقرأ قرآن ولا ما تقرأش، عندك نورمال سبحان الله. بالصح العكس لو كان أمر تاع عمر تاع الدنيا سبحان الله، تاجر مثلا الحشية كي يدير لاكاس تاعه ويسيب لاكاس راهي ناقصة وما مش لاحقين وكل شيء، يبدأ يكمل النهار للخدامة بالتبهديل، ما راكمش تخدموا، ما راكمش تنظفوا، ما راكمش تعيطوا للكليونات، ما راكمش تستقبلوا مليح، ما راكمش تعرفوا تبيعوا، شوفوا الاخر كذا ويبدا يشكي. النهار هذاك يخرجها منهم بالهضره، علاه؟ لانه صاب لاكاس ناقصه، ما دارش له الشيفر اللي كان كيما مول. اذا شو امور الدنيا بالخف، بالخف ومغياجي، بصح امور الاخره معليش، بنتي ما تصليش عندها 20 عام وما تصليش ونرقد، كيف نخلي الرقاد يجيني سبحان الله؟ مرتي حذايا وما تصليش، هذه ما يقبلهاش العقل. ولدي عنده 17 عام وما يصليش، هذا المفروض ما لازمش نتهنى. راني قاعد نربي في حطب جهنم، قاعد نسمن الجهنم سبحان الله، وقود جهنم. كيف قاعد نعلف فيهم الجهنم؟ نوكل ونشرب باش نديهم جهنم؟ الولد اللي ما يصليش والبنت اللي ما تصليش والزوجه اللي ما تصليش او الزوج اللي ما يصليش، نعلف فيه انا المكب نسمن فيه الجهنم؟ لابد سبحان الله، لازم قلبي يتحرك، ما لازمش قلبي يكون ميت سبحان الله العظيم. كذلك يا إخواني سبحان الله، هذا شيء ذكرنا كذلك في قصة، في هذا العبرة من هذه القصة فائدة مجالس الذكر. قال هنا كونوا عندك يا رسول الله، لوسكوني شتوا يا رسول الله في المسجد تذكرنا، فهذه مهمة جدا. حلق الذكر والإنسان يروح للمسجد باش يتعلم، ولا وين يعرف كاين دروس يروح يتعلم الإنسان سبحان الله. ربي كرمنا، هذه كرامة من عند رب العالمين، كرمنا كل صباح في الإذاعة هذه عبر الإذاعة هذه أنه فيه من يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. إذا ما تعلمناش بزاف نتعلم القليل، ولكنها تذكرة، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، باش تنفعهم أنها تحيي قلوبهم تردهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأحرص على مجالس الذكر. نعرف باللي كاين العشية درس في الجامع كل صامدي ولا كل ديموش، إذا جو لو بوانت نوتيها باللي كاين اليوم السبت كاين درس في الجامع، إذا ماذا بيا نروح؟ اليوم الحد كاين درس في الجامع، ماذا بيا نروح؟ أتعلم سبحان الله. مجالس الذكر يا إخواني فيها خير كثير، فيها خير كثير. ربي يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى، إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ أفضل منه. لما تجلس في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، كل هذه الكرامات من الله سبحانه وتعالى. فنحرص حتى في بيتك دير مجلس ذكر، في بيتك تنجم تدير مجلس ذكر. أطابل تعلم تأكل أطابل مع وليداتك، تعلم قبل ما تاكلوا ابدا بسم الله، دقيقتين تاع الذكر، دقيقتين علمهم اداب الاكل،
علمهم الدعاء تاع الاكل، علمهم مش عارف انا حاجه تعلمتها اليوم، ذكرهم بحاجه من حوايج دقيقتين برك، دقيقتين قبل ما تاكلوا. هذا يعتبر مجلس ذكر، سبحان الله، مجلس ذكر يحيى به تحيا بها القلوب. علاه كي نجوع نروحوا نجروا ناكلوا يا اخواني، خاطش الكرش خوات، كي نعطشوا نروحوا نجروا بها. ثاني قلوبنا تجوع وقلوبنا تعطش، فلا بد اننا يعني سبحان الله نطعمها، ولا بد اننا نسقيها، نطعمها بالذكر ونسقيها بمحبه الله سبحانه وتعالى وبالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك يا اخواني الشيء ان شاء الله نستفادوه من هذا الدرس هذا ومن هذه القصه هو سبحان الله تغير الانسان. ساسي ان فينومان نورمال يفوكو نوتخو، يعني نورمال ما لازمش الانسان يعني فلما الانسان يخرج من المسجد ويروح يعني يشوف يعني يقضي امور وليداته وزوجته وخدمته كل شيء، هذا ماهوش النفاق، هذا ماهوش معناها النفاق، لا، وانما هذه حتى كذلك من العباده يا اخواني. ها وليس كذلك يعني ضعف ايمان، ولكنها هذه سنه الله في الحياه يا اخواني. فما يقدرش الانسان يكون طول طن في الجامع، وما يقدرش الانسان يكون طول طن في القران، لا، الانسان لازم يخدم، الانسان لازم يتزوج، الانسان لازم يدير اولاد، لازم كذا. اذا هذا ليس من ضعف ايمان ولا نفاق، ولكن يعرف الانسان كي يشوف لاباتري طاحت يجري يشارجيها، سبحان الله، تمشي باللوتو، عمرت ليسونس، راك تمشي راك تمشي، والريزيرفوار راهي خوا راهي خوا راهي خوا، حتى لواحد الوقت تقول لك حبس ولا روح عمر ليسونس ولا غادي تحبس. اذا روح عمر ليسونس باش تعاود الغوبخون. فكذلك القلب تاعك يا اخي، مره وعمر، مره وعمر باش هكذا. اذا فحذر الانسان يحسب باللي الدين التدين هو تقعد في الجامع وتولي ما تخدمش وقابل تقرا غير القران، لا، تروح للجامع ضروري لابد، تقرا القران لابد، مجالسه الصالحين لابد، لكن كذلك فيه العمل، فيه وليداتك، فيه زوجتك، ان الانسان يعتني بهم يا اخواني. اذا ف مش من الاكستريم للاكستريم، لا، فلابد الانسان في هذه ان يراعي هذه في الخدمه على الاولاد والخدمه على الزوج والكسب الحلال وكل شيء، هذه كذلك من العباده، ولكن ما لازمهاش تصرفنا فقط كذلك ان الانسان ساعه على ساعه، ساعه على ساعه، يعني لابد الانسان يرجع الى يعني اذا فيعني الاهتمام بامور البيت والاولاد والزوجه وكذا، هذا يعني لا يدل على انه يعني ان ذلك هو نسيان لذكر الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون ذلك الاهتمام بالزوجه وبالاولاد وبالعمل يعني في عباده. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. اذا خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. اذا فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام الصحابي الجليل والصحابه وابو بكر الصديق، اخبرهم باللي هذا ماشي نفاق. لما تكونوا في الجامع وتسمعوا الدرس ولا تسمعوا الجمعه ولا تسمعوا كذا، الايمان يطلع، ثم تخرجوا برا يعني الايمان ينقص، هذا ليس نفاق، ولكن هذه الايمان يعني ينسى الانسان، ينسى الانسان. اذا هذه يعني شافها النبي صلى الله عليه وسلم بانها امر طبيعي تحدث للانسان، اذا فعليه دائما ان لا يغفل، لانه برا من الجامع على باتري تطيح، اذا لازم تشرجيها، برا من الجامع الريزرفوار تاعته ينقص، اذا لازم ترجع في المساجد محطه، مجالس الذكر محطه لكي يشحن فيها الانسان، لكي يعبي فيها الانسان البنزين باش يقدر يزيد يكمل السير يا اخواني. كذلك شيء مهم يا اخواني، سبحان الله، انه حنظله يعني شوف كيف عد النفاق، يعني شوف قال نافق حنظله. علاش يا حنظله؟ لانه لو كومبور يعني لما يكون الايمان تاعه عند الرسول يختلف على الايمان في الدار. مي حنظله سيتي جامي يعني صوره اخرى. حنظله عمره ما كان صوره اخرى عن المسجد وبرا، ولكن كان يعد بانه لما يكون في الجامع ويرجع للدار ينسى شويه، قال هذا نفاق. احنا يا اخواني ماشي رانا ننساو شويه، احنا مشكلتنا في الجامع ونديري ملائكه في الجامع، تشوف الناس تبكي لما يكون الدرس ولا الخطبه ولا قراءه، الناس تبكي وخناينها تسيل واخر من الطريق، تقول انت صيل الحمد لله،
غادي نخرج نلقى كيما ابو بكر الصديق وعمر وخالد بن الوليد يمشوا ومصعب وبلال يمشوا في الطريق. انت تخرج للزنقه تقول سي بافري لا هاد الناس كانوا في الجامع. صوره اخرى النوتر ايماج سبحان الله النوتر ايماج اللي كان في الجامع يبكي وخلينه تسيل يولي الحرام يحلل فيه يخرج اي مالبورو مالبورو الشمه الشمه فهمت ما هو المالبورو حرام والدخان حرام والشمه حرام واش راك تكتسب من الرزق الحرام فلوسه حرام يا اخي راك قاعد تبازيني في عباد الله اتق الله اتق الله خاف رب العالمين راك كنت في الجامع تقول الله اكبر كيف انت خرجت من الجامع وتدخل لحانوتك وتبدا ما تخلي الميزان يستوفى يعني تغش الناس تبيع لهم حاجه بريمي ولا تبيع لهم حاجه مش عارف انا ما ولا تبيع لهم حاجه صابحه كنت في الجامع تقول الله اكبر يا اخي سبحان الله من غشنا فليس منا هاو كنت في الجامع تبكي وكذا وتخرج من بعد سبحان الله تشري في المسروق هذا بورتابل هذه فيستا هذه مانيش عارف انا زنزله تشري في المسروق لا لا هذه افير هذا اودي هذا نعرفه هذا هذا كاع ما يدورش بالمسروق علاه عنده وزين في دارهم لو كان عنده الوزين كاع ما راش في مرسي هنا يدور يا اخي سبحان الله انا قلت لكم مره يا اخواني نتعجب اتعجب من تاوعنا احنا سبحان الله احنا العرب كما نقولوا سيدي لما نشوفهم يشروا على لي رومان يشروا على لي رومان صوالح بالله عليكم لي رومان من راهم قاعدين يجيبوا في الليل كاش وزينات راهم يجيبوا منهم يا اخي الوزينات تاعهم راكم عارفينهم الوزينات تاع لي رومان سي لي بوبال تاع مارسي كيف يظلوا في الليل يلمدوا في لي بوبال وفي النهار ينطلقوا من الظهر من الظهر منطلقين بلي شاريو تاعهم ديجا يا او كان شاريو في لاكار شنشار بلي بوسات ويلمدوا في لي بوبال ومن بعد يجي يحطوا لك في المارشي اوبيس وفي الزنق ويجوا تاوعنا يقول لك كومبيان سا كومبيان بالله عليك ما استحييت على روحك تشري في البوبال طاحت بيك انت كاع لهذا المستوى وهذا الناس اللي باغي تدي لهم في البلاد انت البوبال ما تتقيش الله ما تخافش رب العالمين من بعد يقول لك راه كثر المرض في البلاد والحكه وراه راه الحب يخرج لهم كل شيء ما كديت لهم يمشي ماشي لا يخرج لهم الحب نورمالمون يخرج لهم حاجه واحده اخرى في البوبال يا اخواني ما تجي منها الا البوبال اتقوا الله يا جماعه يا النبو ما لازمش الواحد يهبط تحته سبحان الله العظيم احنا رانا فتنه غريبه غريبه جدا غريبه جدا والله وتبطلوا ما تشروش على هذه لي رومان البوبال اللي يحولوا لنا فيها يحولوا فيها والله واحد فيهم ما يعود يدور بوبال سبحان الله ما يعود واحد منهم